يعني حاولت نلحق به نسأل نقول له الاشتراك الرسوم هذه مقابل ماذا يدفعها الشخص؟ فاش يشترك هو؟ يشترك في نشاط من نشاطهم، في يعني مقاول مشاهدة. لا، إذا كان يعني مقاول مشاهدة والمشاهدة محرمة، إن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يجوز له أن يدفع هذا المال. يعني مشاهدة هذه الأشياء اللي هي تدعم المثلية ولا فيها الشذوذ ولا فيها الأشياء غير الشرعية، هذه حرام وإثم ومعصية، لا يجوز الإنسان يشاهدها ولا أن يتعلق بها، ولا يجوز إنتاجها، ويجب إنكارها، ويجب تنفير الناس منها. من رأى منكم منكرا فليغيره، مش يرضى به ويشارك فيه ويدعمه بالمال ويقوي الجهة اللي تعمل في هذه المعاصي، بحيث كان عندها 10 فروع ولا 20 فرع تولي عندها 50 فرع. هذا كيف الشركات تنمو وتكبر ويكثر الفساد وينتشر، وتبقى هذه المسلسلات الفاسدة التي لا يعني شغلها الشاغل هو إفساد الأخلاق والتعدي على الخصوصيات وعلى الإثم والعدوان، هو ينميها ويكبرها بماله، فهو آثم بالمشاركة ذاتها. حتى لو كانت المشاركة والمشاهدة حتى من غير المال هي حرام لا تجوز، فما بالك إذا كان يدفع في سبيل ذلك مالا. كل شيء محرم لا يجوز دفع الثمن فيه، لا بيعه ولا شراؤه ولا تأجيره ولا كذا، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن اليهود احتالوا، يعني حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وباعوا المذاب وأكلوا ثمنه، وقالوا حين ما بعناش الشحوم اللي حرمها ربي عليها، لأن حولناها من باب التحايل، وطريقة اليهود والصهاينة في التحايل على أحكام الله وعلى يعني الأوامر والنواهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا لعن الله اليهود، هذا يعني تحايل منهم. والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يحل فعله، ولا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ولا مشاهدة أفلامها ولا شيء من هذا القبيل، بل يجب التحذير والتنفير منها.